إذن السلام عليكم وعلى بركة الله استسمح. استسمح. السلام عليكم ورحمة الله إخوان، لاباس عليكم، صحة لاباس. أول حاجة قبل ما نبدأ، إسي الله يعطيكم الخير دو بارطاجيو ماكسيموم مع لي جروب اللي كتنتميو ليها ولي كونتاكت عندو، لأن بحال هاد الحلقات كتكون صراحة قليل فاش يمكن لينا نحضروا عليها باش ما نقجروا شويه على السي المهدي اللي صراحه تقبل وبصدر رحب حتى هو مساهمات منه ويفيد الامور الرياضيه في المجال النفسي اللي كيشتغل فيه. دونك ايسيي دو بارطاجيو ماكسيموم باش تعمل الفائده، ماشي للاشهار واني باش تعمل الفائده، لان احنا اليوم غادي نحاولوا نكملوا لو تيم اللي ذكرنا عليه ديك المره على الاضطرابات النفسيه والبدنية عند الرياضيين خلال فترة الحجر الصحي، واللي الموضوع ديال اليوم غادي يكون بشكل مغاير، غادي نكملوا في نفس المنوال وانا غنتكلموا على الرياضيين، المشاكل النفسية عند الرياضيين بصفة عامة ماشي خلال فترة الحجر الصحي، الإدمان الرياضي او ما شابه ذلك. اذا مرة اخرى كنستقبل الدكتور المهدي الصديق للمرة الثانية، وغادي نحاولوا نذكروا معاه في تسلسل هذا البرنامج ديال اليوم، هذا اللايف ديال اليوم، غادي نهضروا على في تقديم المشاكل النفسيه عند الرياضيين، وفي الجزء الثاني غيكون العوامل اللي كتدفع بالرياضيين للسقوط في الاضطرابات النفسيه، وفي الجزء الثالث الاضطرابات النفسيه اللي كيعاني منها الرياضيين، وفي الجزء الاخير هو الوقايه والمتابعه. اذا الله يخليكم بالنسبه للاسئله ديالكم اللي غادي تكون، غادي تحاولوا تخليوها حتى الاخر، لان غنخليو السلم هادي يدير العرض ديالو باريحيه باش نستافدو وما نحاولوش نبيرتوربيه بكلكو كيستيون في الوسط ديال العرض ديالو، غنخليو واحد ربع ساعه في الاخير الاسئله تاعكم كل سؤال وجواب. اذا حتى الاسئله تكون مختصره باش تبان، انا نحاول نعرضها عليه في الشاشه باش تبان ويستافد يقراها معايا توا في نفس الوقت. اذا كيف قلت لكم الضيف ديالنا اليوم هو السي المهدي الصديق، رياضي ودكتور في نفس الان، شيء جميل نستقبلوا رياضي ودكتور في الان. اذا مرحبا بالسي المهدي الصديق اللي غادي نحاولوا نطلعوا معايا في البت. استاذ ودكتور مهدي، السلام عليكم. وعليكم السلام سي نور الدين، كيف الحال والاحوال؟ الحمد لله الحمد لله. ايوا سيدي، كيف كنقولوا انت من الناس اللي وافقوا من الحجر الصحي تبارك الله. الحمد لله، كنحاولوا نواجهوا هذا الحجر بطريقه ايجابيه بحال كل شيء. نعم، اذا خصوصا الاستقرار مع العائله، لان كنعرفوا انا ظروف، كانت عندك ظروف ديال الدراسه كانت شويه كتحتم عليك، انا ما تقضيش وقت كثير مع العائله، وحتى الظروف ديال الرياضه، حتى التنقلات الكثيره في اوروبا وفي المغرب وفي برا. اذا الحمد لله رب ضاره نافعه، ونتمنوا الله ان هذه لا سيتياسيون من بعد ترجع وتحقق الطموح تاعك، هو التاهل للالعاب الاولمبيه، هذا هو الحلم الذي لم يتحقق لحد الساعة. إن شاء الله إن شاء الله كل شيء في يد الله. ياك الأمور بخير، العائلة كل شيء مزيان. الحمد لله، فرحانين نعود نتلاقاو اليوم باش نهضروا على شي موضوع اللي عزيز علينا. نعم. الصحة النفسية ديال الرياضي، هذاك واحد الموضوع بزاف. كنحاولوا نهضروا عليه بطريقة إيجابية، ولكن اليوم غنهضروا على شي موضوع شويه طابو، هي الاضطرابات النفسيه عند الرياضي. كنعرفوا بان الرياضه زعما معروفه، زعما واحد الرياضه هي بحال شي دواء الاضطرابات، معروفه زعما دراسات وراو بان الرياضه كتعالج وكتساعد في وقايه الاضطرابات النفسيه كالاكتئاب كالقلق، واضطرابات عضويه بحال الضغط، الهايبرتنسيون، لي مرضي ديابيتيك. دونك زعما معروفه الرياضه كوسيله للعلاج بوقايه الاضطرابات العضويه والنفسيه، والرياضي زعما معروف بالقدرات ديالو، الرياضي زعما انسان متوازن عنده قدرات مختلفه، كي التحمل والصبر، كي عنده واحد الثقه في النفس، واحد التحكم بالنفس والمشاعر،
الرياضي غالبا كيكون ذكي، كيكون عنده بزاف ديال القدرات، ولكن اليوم غنحاولوا نشوفوا نقولوا الجانب السلبي في ممارسه الرياضه، وخصوصا الرياضه عند الرياضي المحترف اللي كيكون عنده واحد العلاقه مع الرياضه فيها ضغوطات، فيها شي حوايج اللي الرياضي الهوي ما كيعرفهمش ديما، ولكن الرياضي الهوي كيقدر يعيش هاد الضغوطات هادو. غالبا كنقول بان الرياضي زعما ما كيعيش هاد الاضطرابات اللي كيعيشهم كاع الناس، كالاكتئاب او القلق او الادمان، ولكن كدراسات الاخرانيه اللي خرجوا هاد السنين الاخرانيه كيوريو بان كاع الانسان الرياضي كيقدر يعيش هاد الاضطرابات هادو، ولكن ما كيقدرش يهضر على هاد الاضطرابات هادو حيت في مجال الرياضه كيكون هاد الموضوع شويه طابو، كيكون رياضي كي عنده واحد الصوره في المجتمع، واحد القدوه، وما كيقدرش يهضر على هاد الاضطرابات هادو. هذا هو نقولوا الهدف ديال هاد العرض اليوم، هي نحاولوا نخرجوا من هاد الطابو هذا، ونفهموا بان الرياضي حتى هو قادر يعيش اضطرابات وعنده وسائل باش ما يطيحش في هاد الاضطرابات هادو، كان الوقايه، كان العلاج، كان بزاف د الحوايج اللي يقدر يساعدو باش ما يطيحش في هاد الاضطرابات هادو. اذا سي المهدي، ربما عطيتي انت التقديم واني انا ما فيها باس نعاود نقدم شكون هو سي المهدي بعجاله باش كيف قالوا المصريين نخشي في الموضوع على طول. اذا كيف قال سي المهدي الصديق، من مواليد سنه 1986، عداء ترياتلون وطبيب نفسي مختص في طب الادمان، كيمارس ترياتلون منذ سنة 2001 وحتى الآن كيحتل المرتبة الرابعة في الترتيب المؤهل للألعاب الأولمبية لطوكيو اللي كانت مقررة الصيف. شاركتي في العديد من الألقاب في الملتقيات ديال الترياتلون، رياضي ترياتلون حتى النخاع كيف تنقولوا، واليوم كتحضر معنا للمرة الثالثة، المرة الأولى كرياضي عداء ترياتلون، المرة الأولى كطبيب نفسي، ونفس الشيء اليوم غادي تحاول تكون كيف امتداد لهذا الموضوع ديال الأمور النفسية في المجال الرياضي اللي كتخص الرياضيين. الحلقه الفارطه تكلمنا على الامور اللي كيعانيوا منها الرياضيين في خلال فتره الحجر الصحي، واني اليوم ارتأيت ان كنا نتكلموا على المشاكل النفسيه والاضطرابات اللي كتوقع عند الرياضيين بصفه عامه، وخصوصا منهم اللي عندهم واحد الادمان بشكل غريب مع الرياضه، وغادي نحاول نذكر عليه في دي شوز لي طابو. كنطلب من الاخوان يحاولوا يقتسموا بارطاجي الله يخليكم لو ماكسيموم، ماشي كل نهار غادي نعاودوا نستقبلوا السي المهدي، اليوم راه خلى وقته خلى عائلته باش يجلس معنا، اون دوون بروفيتي او ماكسيموم. سي مهدي العاده وورم اب. Always walking too fast. Everything is coming down and down me. I go crazy. Oh, so crazy. Not so crazy, see Mehdi. إذا نعاود نذكر الإخوان بالنسبة للسير ديال هذا اللقاء ديال اليوم، كنا في الجزء الأول غيكون تقديم ديال المشاكل النفسية عند الرياضيين، ومن بعد غادي نتكلموا على العوامل اللي كتدفع بالرياضيين للسقوط في مثل الاضطرابات النفسية، وكجزء ثالث الاضطرابات اللي كيعاني منها الرياضي خصوصا المحترف كيف ذكرتي، وأخيرا شنو هي الأمور ديال الوقاية والمتابعة اللي يمكن لي أنه الرياضي يعمل بها لتجنب هذه المشاكل. إذا على بركة الله الكلمة لك سي المهدي، تفضل. شكرا اقتراح سي نور الدين، بعد كل جزء قدرنا ناخذ الاسئله باش ما يكونش. مرحبا صافي، التقديم غنهضروا على الضغوطات الخاصه عند زعما عند الرياضي، قدرنا ناخذ واحد نجاوبوا بعد كل جزء. شوف سي المهدي، وقت ما ساليتي من جزء علمني انا غنقول الاخوان يطلعوا لنا الاسئله، نديروا كيستيون ريبونس، ما نطولوش، اسئله تكون مختصره ما تكونش طويله، ونعاود ندوزو الجزء الثاني. سير على بركه الله سي مهدي. واحد لو ريتم دونك، هضرت على هاد الاضطرابات النفسيه عند الرياضي، ما كنهضروش عليها بزاف حيت الرياضي عنده واحد القدوه في المجتمع، وعنده واحد العلاقه ما
ما كيبغيش يهضر على نقولوا على نقطه الضعف ديالو وما واعيش بان هو كرياضي يقدر يعيش هذه الاضطرابات هادو. دونك كنظن مهم نهضروا على هذا الشيء كلشي اليوم باش الرياضيين كثرش زعما الشاب اللي يلا غيبدا يكون واعي بهذه المشاكل اللي يقدر يواجهها على مواجهه الرياضه. كاين مشكل في الصوت المهدي، مشكل في الصوت، ما كتسمعنيش؟ لا دابا كنسمعك مزيان، دابا كنسمعك مزيان. نقطاش انت ما كتسمعنيش؟ لا دابا مزيان امبيك 5 5. إيه دابا نهضروا شويه على الضغوطات الخاصه عند الرياضي اللي كيخليه يقدر يطيح في شي اضطراب نفسي. كنعرفوا بان ما بين الضغوطات، اهم الضغوطات عند الرياضي المحترف خصوصا هي العلاقه مع الاداء ومع النتائج ومع مع الكومبيتيسيون. هذا النقطه هذه تكون كتجيب له بزاف ديال التوتر وديال القلق وتؤدي على اضطرابات. دونك هذه العلاقه مع النتائج مهمه بزاف، على واحد الاحباط، واحد العلاقه مع الفاسيليتي قبل الرياضي اللي تحت اضطراب نفسي. كاين الرياضيين في الرياضي كي يقدر يواجه اصابات، وهذه الاصابات نقولوا الاصابات ماشي رياضي اللي كيدوز منها. كنعرفوا ان الاصابات غالبا كيؤديو على اضطرابات نفسيه تما. قدر الرياضي بعد مرات يكون عمر رياضي اللي كيمارس الرياضه يقدر يعاني بواحد قله الدعم وقل في اعتراف يقدر يكون واحد اسمح لي الا قدرتي تنقص الصوت في البي سي ديالك، لكن التردد كاين ليكو في الصوت. الا نقصتي ديمينيو لو سون ديرو في الميوت ديال لو بي سي تاعك، لان ولا البورطابل، لان كاين تردد الصوت. دونك كاين جوج الات تما اللي حداك اش كيخليو ليكو كيتسمع في الصوت ربما. في البورطابل نشوف دابا مزيان، دابا مزيان نقصت شويه من التليفون. ما عنديش التليفون ما خدامش عندي غير. لا دابا مزيان، دابا كنسمعك مزيان، دابا كنسمعك مزيان. السميح نقطه اخرى هي الرياضي اكثر الرياضي الشاب يقدر يطيح واحد حاله تحرش او العنف في النادي ديالو، في البيئه، في المحيط الرياضي ديالو. حتى هذا كيكون واحد كتكون واحد النقطه اللي كتخليه يطيح في واحد الاضطراب. من بعد كاين ضغوطات الحياه اليوميه وقله الوقت اكثر عند الرياضيين اللي كيكونوا كيمارسوا الرياضه بطريقه محترفه وكيكون عندهم دراسه ديالهم. كيكونوا ما كيكونوش في منطقه الراحه وكيكونوا هذوك الضغوطات متردده وكيقدروا يخليه يطيح في واحد الاضطراب. وكاين ثاني الظروف الماليه والظروف الاجتماعيه ديال الرياضي اللي كنعرفوا عنده كثر في المغرب عندنا. كي زعما ما عندوش واحد لا سيكوريتي او نيفو دو ستاتيو اللي كيخليه يكون مرتاح من هذه الناحيه. واخيرا كاين نقطه مهمه بزاف هي مور لا كارير. كيكون واحد الرياضي ما ماشي موجود باش يعيش هذيك الفتره مور لا كارير ديالو، ما كيكونش واحد البناء الكافي اللي كيخليه يكون مرتاح ملي كيسالي لا كارير ديالو. كيفقد بزاف د الحوايج، لو ستاتيو ديالو، كيفقد واحد العلاقات الاجتماعيه، كيفقد بزاف د الحوايج، ما كيكونش موجود وكيقدر يطيح في اضطرابات متعدده في هذه الفتره هذه، خصوصا بالنسبه للرياضي اللي كتكون تسلط عليه الاضواء، خصوصا كعرف الشهره والنجوميه. هادشي ماشي غير في الرياضه، هادشي كيبقى حتى النجوم الفن في الغناء وفي الفن وفي التمثيل. يعني كنشوفوا الله يحفظ السلامه كيوصلوا حتى لحالات الانتحار. واحد كتكون سلط عليه الضوء من بعد واحد الوقت بين عشيه وضحاك، كنقولوا حنا كيفقد هذاك البارق تاعو، كيحس بشي حاجه، كيمشي للادمان كيف قلتي، تيمشي لحالات الانتحار الله يحفظ السلامه. هذه هي الامور اللي كتنطبق حتى على الرياضي نفسه. عند الرياضيين هضرتي على الانتحار، كنعرفوا هاد السنين الاخرانيه عند اكثر رياضه الدراجه. هاد زعما كاين بزاف ديال الامثله ديال العداء اللي طاحوا في ازمه الاكتئاب ومن بعد انتحروا ولا حاولوا ينتحروا.
عدد مرات، وكنعرفوا ان كيكون كيكونوا دي كوموربيديتي، كيكونوا مشاكل اخرى، اضطرابات اخرى كالاكتئاب او الادمان، وكتكون واحد العزله اللي كيخلو ما كيلقاوش حل اخر غير الانتحار. دينا واحد الموضوع نيشان دخلنا في اكفس اكفس حاله مشينا للاكستريم. الله ينجينا ونجيكم. الاضطرابات اللي كيكونوا عاديه عند الرياضيين، كنعرفوا واحد الاضطراب اللي درسناه بزاف في علم الطب النفسي عند الرياضيين، غير باش نقول لك هاد السبيسياليتي هادي ديال لابسيكاتري دو سبور، حيت كنتي سالتيني راه ما عندها حتى علاقه مع ريباراسيون مونتال ولا مع الكوتش مونتال. وي كاين فرق مونتال، هي كاين فرق كبير، كاين فرق يقدر يكونوا كومبليمونتير، ولكن نعرفوا بان الكوتش مونتال هو الهدف ديالو يساعد الرياضي في التحفيز وهذا الاكومبانيومون ديال لو سيكولوج ولا ديال لو سيكاتري سبيسياليز دون لا سيكاتري، يكون هو مختص في الصحه النفسيه ديال الرياضي، وما كيعتبرش بان هو كيشوف التوازن ديال الرياضي ماشي الاهداف ديالو. اولا التوازن والصحه النفسيه ديال الرياضي ما بغاوش غير يخدموا الوقت يساعدوا، لكن بعض المرات تقدر يتعكسوا شويه في الاهداف ديالو. هذه النقطه مهمه. ما بين الاضطرابات اللي معروفة عند الرياضي، كان اضطرابات سلوكية الطعام. من بين الاضطرابات كان مشكل في الصوت، كان مشكل في الصوت. عندك السي مهدي، كان تردد صوت، ربما الكونيكسيون كان بروبليم دو كونيكسيون. سي مهدي الى ممكن تخرج وتعاود تدخل، لان عندك مشكل في الصوت. رب ليماج لي ريستي فيجي مالوغوزمون كاين ابرون. سي مهدي ما كنسمعكش مزيان، ليماج لي ريستي فيجي. الى ممكن سي مهدي الا كتسمعني، الى ممكن تقطع وتعاود تدخل معنا، لان ربما البث انقطع معك انت، بروبليم دو كونيكسيون كيف قلتي سي محسن العفس. دونك انا جي سي دو كوريجي سا، نحاول نعاود نتصل به. بروبليم دو كونيكسيون كيف قلتي. انا كنحاول نعاود الاتصال به، دونك انا غنحاول نحاول سي مهدي يعاود يتصل بيا. اذا في انتظار انه يطلع معنا سي مهدي، غنحاول نعاود نتصلوا به. فوالا il vient de nous joindre de nouveau heureusement. Voilà. مهدي مازال ما طلعش معنا، ها هو غادي يتجدد مع الاتصال. سي مهدي لا ممكن الله يخليك تعاود تشوف تعاود الاتصال، كاين المشكل دو كونيكسيون معه صراحه، لانه هذا التطبيق هذا ما يمكنش يخدم على الهاتف المحمول، ضروري يخدم على البي سي بورتابل باش كتكون لا كونيكسيون مزيانه. Donc voilà, peut-être qu'il a changé de place pour avoir le wifi. Il y en a quelqu'un qui utilise le wifi ديال الهاتف en connexion avec le PC ديالو. Donc Mehdi. Allô Mehdi, كتسمعني؟ نعاود نربطنا الاتصال به. Mehdi ما كنسمعوكش، لو صون ما تنسمعوكش.
donc pas de son. Mehdi, il a qu'à se mener avec. اذا في انتظار ان الناس المدين حاولوا نعالجوا مع هذا المشكل التقني حاول عاود تخرج وتعاود ترجع في لا كونيكسيون غادي عاود يتصل بيا هذه المشاكل اللي كتورد ضروري مهم نعاود نذكر بلا ان في انتظار ان الناس المهدي طلع نذكر ان الموضوع ديال اليوم هو المشاكل والاضطرابات النفسيه اللي عند الرياضيين بصفه عامه وفي واحد الشطر غادي نتكلموا خصوصا على الرياضيين المحترفين كيف شارلي السي المهدي في الاول قدم احنا الان صادف الجزء الاول التي قدم فيه السي المهدي المشاكل النفسيه عند الرياضيين في الجزء الثاني غادي نطرقوا العوامل اللي كتدفع الرياضيين للسقوط في هذه الاضطرابات النفسيه وفي الجزء الثالث الاضطرابات اللي كيعانيوا منها الرياضيين واخيرا الوقايه والمتابعه اذا نشوف المهدي ربما عاود اذا نعاود جاود بيا الاتصال شوف واخيرا ايفيان دو سي المهدي اسمح لي عادي 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 شوف حنا كنتكلموا على الطيره حنا كنتكلموا على الاضطرابات اليوم وقيلات هما الاضطرابات جاونا حتى في البيت دونك درتي الويفي دابا كنظن عندك ليكو في لو سون عندك الصون فيه ليكو داكور لا دابا مزيان دابا مزيان لا دابا مزيان دابا مزيان الحمد لله فين وصلنا فين تقدم في انواع المشاكل النفسيه قلتي الاضطرابات اللي تعاني منها الرياضي يعني المشاكل اللي كيعاني منها الرياضي بين الاضطرابات زعما اللي معروفين واللي درسناهم مزيان في علم الطب النفسي هما اضطرابات سلوكيات الطعام كنعرفوا بهاد لي تروب دو كومبورتمون اليمونتير كيكونوا كثار في الرياضات ك اللي عندهم علاقه مع الوزن كالجري الترياتلون الجيمباز الرقص البوكس هاد الرياضات هادو بزاف الناس اللي كيبداو هاد الرياضه ما كيكونش عندهم مشكل ديال لو تروب دو كومبورتمون اليمونتير وكيولي مي كيبداو هاد الرياضه حيت الوزن كيولي مهم بزاف كنعرفوا بهاد الاضطراب عنده الاعراض ديالو كيكون الواحد ماشي ما كتقطع له الشهيه ولكن ما كيقدرش يتحكم ب المهم عنده مشكل ديال صوره الجسد ديالو عنده واحد الصوره غير صحيه كيكون واحد عنده واحد العلاقه كي ما كيقدرش يتحكم بالعلاقه اللي عنده مع الاكل وكنعرفوا بان الرياضه المشكل اكثر من الذكور هذا المشكل عند الاناث اكثر من عند الذكور كي واحد كي عنده واحد الاراده ما كيقدرش يتحكم بها باش يهبط الوزن ديالو نعم وفادر يدو كي تزاد عليه الحال من بعد عندنا تشوفني سي مردين لا قطعتي حاول درتي غير لو سون واخا نرجع واقيلا ما تعلاش شوف راه واقيلا فوزافي ابويي سور لا كاميرا في لا فونيتر اللي راحيت كنت تما لو سون اي كاميرا واقيلا فوزافي ديزاكتيفي لا كاميرا في هذاك ليكون لتحت واخا نشوفو فين جا حيت ما قصتش ما عنديش ليكون ما بانش ليا يور كاميرا اند سوس ويل بي ابير هير لا ليماج ديالك ليماج اللي فيها انت راه لتحت في الكوتي كوال انا راجع صافي ما عندي ما نسالك البدايه شويه صعيبه ولكن لا ماشي مشكل اذا نكمل على بركه الله السي مهدي من بعد هضرنا عليها هذيك المره كاين لا بيغوريكسي هي واحد العلاقه مدمنه واحد الادمان والعلاقه قهريه مع ممارسه الرياضه كنعرفوا نعم. بعد بان هذا الاضطراب هذا كيعانيو بزاف ديال الرياضيين كتكون واحد هذا الاضطراب هذا كيكون عند الذكور اكثر من الاناث ياك كيكون نعم. ملعب على لي تروب دو كومبورتمون اليمونتير
والواحد كيطيح في هذا الادمان هذا كيعرف انه راه طاح في هذا لابيغوريكسي ولا العلاقه القهريه مع ممارسه الرياضه كيكون واحد التاثر في الحياه اليوميه ديالو والحياه الاجتماعيه والاحترافيه ما كيقدرش يتحكم بممارسه الرياضه كتولي هي كتحكم به كيخصو باش يحس براسو مزيان خصو كيخصو يمارس الرياضه ما كيكونش عنده واحد البرنامج ولكن كيكون عنده واحد الاندفاعيات اللي كيخليو خصو يدير الرياضه باش يحس براسو مزيان واذا ما مارس الرياضه كيبانوا واحد الاعراض كالقلق كالحزن كيكونوا كاع واحد الاعراض جسديه اللي ما كيحس كيوريو بان ما يقدرش يتخلى من هذه الممارسه هذه دونك هذا اضطراب اللي كيعرفوه بزاف الناس وماشي كلشي واعي به دونك هذا اضطراب مهم بزاف نهضروا عليه. من بعد كان اضطراب اخر هو تعاطي المنشطات والمخدرات وخصوصا لي برودوي دوبون. كنعرفوا بان الرياضيين لا المحترفين او الهواة كنعرفوا بان كنهضروا بزاف على المحترفين اللي كيتعاطوا المنشطات ولكن كان بزاف ديال الرياضيين الهواة اللي كيتعاطوا حتى هما لهاد المنشطات حيت كان واحد الظروف اللي كيخليو العداء يطيح في هذا الاضطراب هذا كيبغي يحسن الاداء ديالو كيبغي يحسن لا ريكوبيراسيون كيكون واحد كينقص شويه من الضغط وكيحسن المزاج ديالو في هاد السلوك هذا. ربما مهدي لو سمحتي ربما كيكون واحد التجاوز تحديد سقف كي كنقولوا في تحديد السقف البلافون ديال لي زومبيسيون تاعو يعني داكشي اللي كيتمناه كيزيد كيديروا اكثر من داكشي اللي هو يعني انكابابل دونك كيحاول يستعمل امور اخرى باش يحققها باش يريكوبيري باش يحقق انجازات على ما اظن. وكنعرفوا بالوقايه ديال هذا السلوك هذا الغير صحي الوقايه راه كتكون في التربيه وكتكون في التعويه. واحد رانا نهضروا على هادشي من بعد من ناحيه التعويه خصو يخدم على العلاقه ديالو مع الرياضه شنو ما الدوافع ديالو في ممارسه الرياضه ويحاول يركز على حاجه اخرى من غير النتائج المهم كاين الان اللي كيخلي الواحد كيكون عنده الصوره ديالو كتعتمد على النتائج ولكن خصو يحاول يلقى دوافع اخرى داخليه ويتخلى من هاد التركيز على الاداء وعلى النتيجه. كتبقى الغايه من الرياضه هي كيقولوا هي العقل السليم الجسم السليم يعني اول مركز يعني بنادم بوغ لو بيانيتر كيف تنقولوا بوغ لو بيانيتر الى غنبقاو نتجاوزوا راه كيف قلتي انت من واحد بنادم كيزيد الا وكيزيد في امور اخرى الا ما ضبطش نفسه غادي يطيح كي كنقولوا في امور جانبيه اللي هي ماشي الغايه منها وما كنتمنوش اي واحد يوصل ليها. اذا وقيل هذا هو التقديم اللي درتي الجزء الاول وكنتظروا الاسئله ديالكم على حدا الجزء الاول يعني هذا ماشي سي نور ديال مازال ما سالي سمح لي غير هذه القضيه ديال لي كوندوي دوبونت كنعرفوا بان كاين واحد الهشاشه عند الانسان اللي كيتعاطى لهاد المنشطات من ناحيه الشخصيه ديالو كتكون واحد البنيه شويه نقولوا كما من ناحيه البنيه ديال الشخصيه ديالو من ناحيه الدعم ديال المحيط من ناحيه الظروف الماديه كان بزاف ديال العوامل اللي كيخليو الواحد يطيح في هذا السلوك هذا وكنقدروا نلقاو حلول قبل ما زعما ملي كيكون باقي صغير كيكون باقي شاب باش ما يطيحش في هذا السلوك هذا الغير صحي. نقطة أخرى اللي مهمة بزاف هي كاع الأعراض اللي عندهم علاقة مع الاكتئاب مع القلق مع التوتر مع قلة النعاس ولا مشاكل ديال النوم اضطراب النوم هاد الاضطرابات هادو عند الرياضي كيقدروا نخلطوهم مع اش كنسميو لو سيندروم دو سور انترينمون لو سيندروم دو سور انترينمون ولا الافراط في التدريب. هاد لو سيندروم هذا كيقدر الواحد يطيح في الاضطرابات هادو حيت كيولي كيكون واحد الاكتئاب ديال ليبويزمون واحد لا ديبرسيون ديبويزمون كيولي عنده دي سيمبتوم دانكسيتي دو لانسومني حيت كيطيح في هذا الفخ هذا ديال لو سور انترينمون. وكنعرفوا بان اذا ساعدنا
الرياضي والمحيط ديالو لي كوتش لي كادر سبورتيف كي يقدروا يشخصوا هاد لو سيغ انترينمون هذا قدر نساعدو باش ما يطيحش في هاد الاضطرابات. دونك هاد النقطه مهمه بزاف. هاد لو سيندروم دي سيغ انترينمون ما كنهضروش عليه بزاف, ولكن يقدر يؤدي على اضطرابات من ناحيه المزاج ومن ناحيه الاكتئاب. وقدرنا زعما قدرنا نخليو العداء ما يطيحش هادشي اذا كان واعي بالاعراض ديال هاد لو سيندروم دي سيغ انترينمون. من بعد كان واحد اضطراب اخر اللي كيكون نقولوا اللي كيكون اسوسي لممارسه الرياضه, هو اضطراب نقص الانتباه والنشاط المفرط, لو تروبل دي اتونسيونيل افيك هايبر اكتيفيتي. كنعرفوا بان الرياضه تقدر تساعد في هاد الاضطراب هذا, ولكن بزاف ديال الرياضيين كيبداو الرياضه حيت عندهم هاد الهايبر اكتيفيتي وكيستعملوا الرياضه كوسيله باش يخرجوا من هاد الهايبر اكتيفيتي هذه, هاد النشاط المفرط. وكنعرفوا بان الناس اللي كيكون عندهم لو تي دي اش وما كيكونوش عارفين بانهم عندهم لو تي دي اش وكيدخلوا في مجال الرياضه المحترفه كيقدروا يتعطاو المواد حتى هما النشيطه باكثر سهوله, حيت يكون عندهم واحد لابيتونس للادمان, كيقدروا يتروحوا في الادمان اذا ما كناش عارفين انهم عندهم هذا الاضطراب هذا. دونك هاد نقطه مهمه بزاف. داكور. ومن بعد النقطه الاخيره هي نقولوا التاثر العام عند الرياضي اللي كيفقد التوازن في ممارسه الرياضه, واللي يقدر نقولوا جوج حوايج, يقدر يفقد التواصل مع الاخرين ويتحف واحد العزله. دونك الرياضي كي بلاص ما يستعمل الرياضه كوسيله لتطوير العلاقات الاجتماعيه والتواصل مع الغير, كيطيح في واحد العزله وواحد الوحدانيه لو دار الرياضه. دونك هذا المشكل مهم بزاف حتى هو, باش نساعدوا الرياضيين زعما ما يطيحوش في هذا المشكل هذا. وكان الرياضيين في ممارسه الرياضه قدر يفقدوا حتى العلاقه مع الواقع, كيوليو بحال اللي هضرنا عليها قبيله, هاد الرياضيين هادو اللي يقدروا يفقدوا العلاقه مع الواقع يقدر يطيحوا في المشكل ديال لي كونديت دوبونت, وخصنا ننتبهوا لهم تيهم. داكور سي المهدي, كنظن هذا الجزء الاول اللي كتكلمتي عن انواع المشاكل اللي كيمكن لها تصيب الرياضيين بصفه عامه. عندي جوج ديال الاسئله. السؤال الاول وغنحاول نطرح الضيف, انا عندي سؤال ديالي, عندي سؤال ديال الضيف انا غادي نطلعو لك باش تشوفو. ديال السي بوش تاع عبدل قال لك بونسوار, pouvez vous nous expliquer la différence entre une préparation psychique, psychologique et mentale, et merci d'avance. Très bien. La différence ma bien une préparation psychique, psychologique et mentale, et merci d'avance. سؤال ديال السي بوش تاع عبدل. كنشكرك على السؤال ديالو. وقيلا جاوبنا على السؤال قبيله. وقيلا هذه بريباراسيون مونطال. نعاودو زعما نديرو لا ديفينيسيون ديال لا بريباراسيون مونطال وديال لاكومبانيمون بسيكولوجيك. هما دو شوز ديفيرونت. لاكومبانيمون بسيكولوجيك لوبجيكتيف ديالو هو نقولو الصحه النفسيه ديال الرياضي, و ما لا بريباراسيون مونطال هي عندها هذا الهدف هذا. ولكن الهدف اكثر اهميه لان البريباراسيون مونطال هي الاداء, هي لا بيرفورمانس, كيساعد العداء باش يكون بيرفورمون في السبور ديالو. دونك لا بريباراسيون مونطال كتستعمل وسائل اخرى كليماج مونطال كنا هضرنا عليها ديك المره. نعم. موتيفاسيونيل, التحفيز, لا فيزواليزاسيون مونطال, الوسائل اللي ما عندهم حتى علاقه مع لاكومبانمون سيكولوجي. نعم. وبالنسبه للبريباراسيون كوتشين مونطال قلتي هو الامور كيحاول يقلب على تحفيز ديال الرياضيين, هذا هو الهدف الرئيسي من الكوتش مونطال. ويخدم من ناحيه نقولوا المشاعر ديالو, الافكار ديالو, الاسترخاء, كاع الوسائل والتقنيات باش يطلع في الاداء ديالو النهار ديال السباق. داكور. واحد السؤال
السي مهدي تكلمتي في خلال العرض ديالك على مشكل ديال الادمان لابيغوكسي لابيغوكسي بيغوريكسي بيغوريكسي خلال العرض تكلمتي بان هاد القضيه هذه كتصيب الذكور اكثر من الاناث. دراسات والارقام اللي عندنا في الدراسات نعم واني واش في نظرك نتايا واش غير هذه احصائيات لقاو بان هاد القضيه متفشيه عند الذكور اكثر من الاناث؟ ما كاينش شي معطيات علميه اللي كتثبت لماذا عند الذكور دون الاناث؟ نقدر نحاولوا نحن نلقاو دي زيبوتيز ما لي زيبوتيز اللي كاينين بان الاناث عندهم واحد كي عندهم واحد التوازن في الحياه ديالهم وعندهم واحد واحد التركيز في حوايج اخرى ماشي غير الرياضه. الرياضي نقولوا الذكور كيركزوا على كيقدروا يطيحوا في واحد الممارسه القهريه والناس عندهم واحد المسؤوليات ولا واحد الطموحات في الحياه اللي كيخليهم يخرجوا من هاد الممارسه القهريه. اذا هناك عوامل اجتماعيه هي اللي كتحدد الذكور دون الاناث. اجتماعيه وثقافيه اللي كيخليو الاناث يتبعدوا من هاد الممارسه القهريه ولا بيغوتي. لان حتى النسبه ديال الممارسين ديال الرياضه من الذكور كتظل وقيله كيبان لي انا ضعفين ديال الاناث خصوصا في المجتمعات اللي شويه كنقولوا ماشي بحال الدول المقدمه نشوف مثلا غير القاره الافريقيه اللي حنا من ولا الدول العربيه كنلقاو العدد الناس اللي كنقولوا اكرو لو سبور الذكور يعني تقريبا ضعفين ديال الاناث. يلا هاد السنوات الاخيره ولات الظاهره ديال ان الاناث بداو كيتعطاو شويه للرياضه كتفيق الصباح كتلقى العيالات كيتمشاو في جرادي كيتمشاو ربما الحمد لله الناس بدات كتوعى بان الجانب ديال الرياضي والريجيم يعني بدا كتدخل في الثقافه ديالنا وفي السلوك ديالنا. انا كتلقى العيالات قبل كانت شويه عيب كاع تلقى المراه تدير الرياضه ولا شي حاجه بحال هذا الشكل. اذا كيف قلنا عوامل اجتماعيه اللي كتحدد هاد النظام. إذن ندوزوا لواحد السؤال ديال السي محسن العفس الفلكي قال لك كومو بوغيون نو تروفي ليكيليبر بوغ ان سبورتيف بروفيسيونيل اي ميرسي. كنشكرك سي محسن على هذا السؤال. شكرا سي محسن على هذا السؤال. كومو تروفي ليكيليبر اول حاجه خص واحد التوازن في الحياه اليوميه ديال الرياضي سيكون واحد لا سيكوريتي عاوتاني خص يكون عنده واحد لا سيكوريتي من ناحيه نقولوا المستقبل ديالو يكون عارف اش غيدير مور لا كارير بروفيسيونيل ديالو. خص يكون عنده وسائل باش يتحكم ويتعامل مع الضغوطات ديال الرياضي المحترف من ناحيه لي كومبيتيسيون من ناحيه التدريب والضغوطات اليوميه. خص واحد التنظيم المهم خص بعدا اول حاجه خص الرياضي يكون يخدم على القدرات ديالو وعلى الامكانيات باش يواجه هذوك الضغوطات الخاصه عند الرياضي المحترف. نقدر نهضروا عليهم من بعد ونعمقوا شويه هذا الموضوع. ثانيا خص واحد المحيط اللي يكون كيدعم هذا الرياضي لا من ناحيه المعنويه لا من ناحيه نقولوا الماديه. خص هذا المحيط يكون واعي بان الرياضي راه هو يقدر يكون عنده واحد الهشاشه وخصو المدرب ولا الاطار التقني يكون لي وتكون واحد المتابعه تكون واحد ليكوت واحد ما بيناتهم. محيط مهم بزاف دونك المحيط العائلي المحيط الرياضي خص يكون واحد التواصل ما بيناتهم حتى عند المحترف اللي باقي شاب واحد إذا ما يدير واحد الجو ديال الثقة وديال يسمع ليه وأنا كنظن أن المتابعة زعما تكون أن أكونبانيمون بسيكولوجيك مهم بزاف. نعم نمشيو للسؤال الأخير قبل ما ندوزو للجزء الثاني من العرض ديالك. سي أحمد أمين وناصر اللي كنوجهو له التحية هذا أنت خياط لي تون نغب Quelque, je vous demande, Anand, je vais afficher la question. Je vous demande comment peut-on être prêt psychiquement à une compétition individuellement, c'est-à-dire sans coach mental. Et merci. Cette question est très différente entre les riadi et les riadi d'autres. Nous savons que les riadi ont besoin d'un coach mental ou d'une équipe qui est dans
زعما اللي كتساعدو اللي كتدعمو باش يقدر يوصل لواحد الاداء. وكان الرياضي اللي كتجي عنده طبيعيا يعني كنعرفو بزاف الرياضيين كثر المغاربه اللي ما كان عندهم لا كوتش مطال لا والو، كانت عندهم هاد لوطوموتيفاسيون من ناحيه لا موتيفاسيون، هذه النقطه الاولى. ومن بعد من ناحيه لو ديباسمون دو سوا، كيقدر يوصل لواحد لو نيفو دو ديباسمون دو سوا ودو بيرفورمانس بطريقه طبيعيه، عنده هذاك الشيء نقولوا خلق. من بعد كان دي زاتليت اللي خصهم يكونوا عندهم واحد لاكومبانيومون، حيت كيكون عندهم دي بلوكاج، كيكون عندهم دي بلوكاج بسيكولوجيك وخصهم ان اكومبانيومون، دونك على حسب لو سبورتيف. داكور سي المهدي، كان هذا هو السؤال الاخير اللي خاص بالجزء الاول من التقديم ديالك. نديروا واحد الفاصل موسيقي انتظار باش Don't you know how talking about a revolution sounds? While they're standing in the world behind us, crying at the doorsteps of those armies of salvation. Vous avez reconnu la chanteuse? In the young boy of the night, singing around, waiting for a proposal. Don't you know how talking about a revolution sounds? Fin des années 80. Elle coûte la bizarre. Là, il faut l'écouter. C'est... Malheureusement, il n'a pas continué la carrière bien. Run. You have to run. Oh, it's such a run. It's finally the tables are starting. Finally the tables are starting to turn, talking about revolution. إذا هذه مغنية تريسي تشابمان تتقلب لها مزيان، غادي تعجبك سي لو ستيل كيف. فهمت لها بزاف، وقلنا ما سمعتينيش، راه جاوبتك. انا ما سمعتش مع اللسون هيا مع داكور ديزولي سي المهدي، وكان منحوك النقطه ديال الاجابه. اذا على بركه الله نمشيو للجزء الثاني اللي فيه العوامل اللي كتدفع الرياضي للسقوط في الاضطرابات اللي ذكرتي في الجزء الاول. شنو الامور اللي كتخلي الامور الرياضي يمشي يطيح فيها؟ سي نودير نعاود نشوف معك البرنامج. هضرنا على على العوامل وهضرنا على الاضطرابات مع الأسئلة الثانية. دابا غندوزو الأجوبة وكي غيدير الرياضي باش ما يطيحش في هذه الاضطرابات هذه. مرحبا، شوف انت اللي كتسير السي المهدي، العرض عندك انت. انا جو في كو لوريونتاسيون با بلوس والإخراج. غادي ما نسال غير فهاد النقطه دي ديال الوقايه وديال المتابعه. كان غنهضروا على ثلاثه د الحوايج. الحاجه الاولى هي من ناحيه الرياضي، شنو يقدر يدير هو من ناحيه ديالو باش يساعد راسو باش يواجه هاد الضغوطات هادو. الحاجه الثانيه نهضروا شويه على المحيط، كي يقدر المحيط ديالو يساعده. والحاجه الثالثه كيف يقدر يعبر على هذه المشاكل وشنو خصو يدير ما كي يطيح في هذا. خصنا نوفروا الاعداء والرياضي وسائل للتعامل مع الضغط. هذه الوسائل هادو خص الرياضي يكون عارفهم، هي استرخاء، التنفس العميق، كاين ليماجري مونطال حتى هي، والتصور العقلي الذهني. هادو وسائل سهله اللي يقدر يتعلمهم الرياضي، واللي يقدر يساعدوه بزاف باش يتحكم المشاعر ديالو السلبيه والضغوطات، لا من ناحيه التدريب لا من ناحيه السباقات، حيت الضغوطات هادو اذا كان المشاعر ديما كي
ما كيقدرش يتحكم بهم راه ما غيطيح في في اضطراب. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه خص الرياضي يكون عنده واحد التنظيم، واحد البرنامج اليومي، ويكون عنده واحد التوازن ما بين الانشطه. تكون عنده يكون عنده واحد البرنامج، واحد لومبلو دي طون يكون متوازن ومتوازن واكيليبري. دونك يكون عنده انشطه، ما يكون عنده وقت الدراسه وقت الرياضه، ويكون عنده انشطه اجتماعيه، انشطه ثقافيه وروحيه. خصو يحاول يلقى واحد التوازن وما يطيحش في الفخ ديال يبقى عندي غير الرياضه والدراسه ولا غير الرياضه. دونك هذه مهمه بزاف، يكون عنده واحد التنظيم، واحد البرنامج اللي يخليه يلقى واحد التوازن ما بين مختلف الانشطه. ومن بعد حاجه اخرى اللي مهمه بزاف هي تعديل السلوك والعقليه. خص هذا الرياضي هذا يكون واحد تقدير ديال الصوره الذاتيه، ما كتحتميش غير على النتائج وعلى الاداء ديالو، ولكن كتحتمي على الاخلاق، على المجهود اللي على الاخلاق اللي عنده، على المجهود اللي كيدير في ممارسه الرياضه ديالو، والقيام ديال الرياضي. هادشي مهم بزاف، ان النتائج معلوم كيقدروا يطروا على الواحد، ولكن النتائج ماشي هي نقولوا لوبجيكتيف فينال. لوبجيكتيف فينال ماشي هي اللي سي با لا سول ديفينيسيون دو سبورتيف. دونك لي ريزولتا سي امبورطون، ولكن خصو يقدر هذيك صوره الذات ديالو ما تحتميش غير على دوك النتائج، تحتمي على اخلاق وعلى دوافع داخليه اللي ما عندهمش علاقه. ماشي النهار اللي كيربح كيكون عنده الطاقه طالعه وواحد نقول واحد الفرحه كبيره، وهذيك النهار فين كيخسر يولي ما كيقدرش براسو، وعنده واحد النظره غير ايجابيه وسلبيه بزاف على راسو. خصو يكون واحد نقول واحد لا ريغولاريتي، وهذيك الصوره الذاتيه ما تحتميش غير على النتائج. هذه مهمه بزاف من الصغر الواحد يخدم. هذه واحد نقولوا واحد الدرس في ممارسه الرياضه اللي خصها تكون من الاول في ممارسه الرياضه وفي علاقه مع النتائج تكون سليمه وصحيه بهذه الطريقه. دونك هذه من ناحيه العداء، دونك خص يكون عنده الوسائل باش يواجه الضغوطات، يخدم في من ناحيه الروح الرياضيه ديالو، ويكون عنده واحد التنظيم وواحد التوازن في تسيير الحياه ديالو والمستقبل ديالو. ما ينساش بان خصو يكون عنده مهارات في مجالات اخرى ويوجد المستقبل ديالو، ما يفكرش غير في الرياضه. دونك هادو هما النقاط المهمه باش ما يطيحش في هاد الاضطرابات هادو. بعد من ناحيه المحيط كان تدخلات الانطباج، خصنا حتى هو يوعى ان يعرف يقدر يدونتيفي وقتاش الرياضي كيطيح في هاد الاضطرابات هادو، ويدير الفرق ما بين مشاعر او حاله اللي هي عاديه واللي هي زعما رد فعل عادي للحياه الرياضي بارابور زعما سبور وكومبيتيسيون هذاك الشيء، ولا شي اعراض اللي كيكونوا عندهم علاقه مع الاضطراب. دونك حتى الكوتش ولو كادر تكنيك وهذاك الشيء سيكون واعي بهاد المشاكل هادو، يعرف وقتاش الرياضي كيطيح في هاد الاضطرابات هادو. دونك مي الرياضي ما كيبقاش عنده لا موتيفاسيون، كيفقد الاراده، كيفقد الشهيه في التدريب، خصو يعرف واش المشكل غير ديال لا موتيفاسيون، ولا المشكل ديال لا موتيفاسيون عنده علاقه مع اكتئاب او سيغ انترينمون او قلق او مشكل نفسي. دونك هاد القضيه مهمه بزاف، وباش خصو من جهه يكون يقدر يعرف وقتاش كيطيح في الاضطرابات هادو، ويكون واحد الحوار، واحد الثقه ما بين الاطار التقني المدرب والرياضي. خصو يكون الرياضي باش يقدر يعبر على داك المشاعر ديالو وداك الاحساس ديالو، خصو يكون كيحس براسو
فواحد الجونغلو ديال الثقه وكنصنطوا ليه. دونك هذه القضيه مهمه بزاف, يكون ديما الحوار ويكون ديما واحد لو كليما ديال لا كونفيونس ما بين لو كادر انترينور تكنيك او لو لاتليت. دونك هذه القضيه مهمه بزاف. اذا باقي حاجه باقي مازال وحاجه اخرى اللي مهمه بزاف هي هضرنا عليها في الاول, الرياضي كي عنده بزاف ديال لي طابو, كاين بزاف ديال لي طابو ديال الافكار الخاطئه ناحيه هاد الاعراض هادو. الرياضي كيعيش بزاف المشاعر المنعكسه, عادي لان الرياضي يدوز من نقولوا من التوتر من الضغوطات دي باساج فيد يدير الفرق ويعرف ان بعض المرات هادشي عادي وعنده نعم. علاقه مع الحياه الرياضي ديال الرياضي العاديه, وبعد مرات تقدر يكون كيطيح في واحد الاكتئاب. دونك عادي بان نقولوا الرياضي يدوز من مشاعر دي زيموشن انطونس, ولكن بعد مرات يعرف ان هاد التوتر يقدر يوصل واحد المرحله الحاده, وخصو يعرف يعبر على هاد المشاعر هادو وما يخليش هذاك الشيء لداخل. دونك هاد القضيه مهمه بزاف. دونك الافكار الخاطئه هي هادي بان الرياضي عمره ما كيهضر حيت كيسحاب له بان هذاك الشيء عادي. دونك بعد مرات كيكون عادي, بعد مرات لا, وخصو يهضر على هذاك المحنه اللي كيكون كيعيشها. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه, الرياضي ديما كيقول راسو راني يعني أنا قدوة, عندي إمكانيات باش نواجه الضغوطات, وهاد الضغوطات ما كيحشم يهضر على نقطة الضعف ديالو. دونك خصو يعرف أنه هو بنادم بحال كل شيء, وخصو بعض المرات كيوصل لواحد الفترة فين ما كيقدرش يتحمل بوحدو, خصو يعرف يعبر على هاد المشاكل النفسية بكل سهولة وبكل. إذا سن مهدي كيف لي كنسمعك كتسمعني؟ كنسمعك مزيان. اكور صافي, غير ارك لو ريزو تيمشي وتيجي. اذا كمل اتمي مع سي مهدي. والنقطه الاخرى هي بان الرياضي بعد مرات كيسحب له بان حتى واحد ما يقدر يساعده, ولا ما كانش زعما ديك الحاله اللي كيعيشها بحال وان فاتاليتي وما يقدرش يلقى واحد الدعم الخارجي. تا هادي راه فكره خاطئه اللي كيخليه يبقى في هذاك المحنه ديالو. دونك خصو يعرف بان راه كاين وسائل باش يخرج من هذيك المحنه, كاين وسائل باش ما يكونش متوتر ديما, يقدر يكون زعما واحد التوازن, واحد العلاقه مع الضغوطات اللي صحيه. دونك خصو يخرج من هذه الفكره الخاطئه تا هي, ويعبر على المشاعر السلبيه اللي كيعيشها. هادشي اللي كاين زعما هادشي اللي كنعرفوا بان هاد العوامل كيخليو الرياضي ما يعبرش على المشاعر وعلى على المشاكل ديالو, انه اذا خرج من هاد الافكار الخاطئه راه يقدر يحس براسو احسن, وتكون واحد لانترفونسيون بريكوس ما تخليش يطيح في اضطراب نفسي حاد. مهدي كتسمعني؟ أسمعك. يمكن لنا ندوزو الأسئلة بالنسبة لخص هذه الفقرة هذه؟ معلوم. أنا غادي نطرح سؤال قبل ما ندوز الأسئلة ديال سي سعيد أيت الهواري وسي حميد القباش. كان عندي واحد سؤال على ذكر هذه القضية ديال لي طابو, اللي كنقولوا أن سيجي طابو ولا شي حاجة. ما كتشوفش بلي أن في المجتمعات خصوصا المغربي منا عندنا واحد التربية تقليدية, يعني من الصغر تربينا على بزاف ديال الامور ما تنقدروش نصارحوا بها. دونك اليا مونك دو كومونيكاسيون, كيكون واحد نقص كبير في التواصل لا مع الوالدين ولا مع الاصدقاء ولا كلشي. كاين امور لا داعي لذكرها كتخص امور اخرى, يعني كنا تعلمنا احنا غير في برا في الزنقه التربيه الجنسيه زيد على غاديك. اذا حتى الانسان ملي كيكبر داكشي تنقولوا ما جاش من فراغ, لانه هو تربى هكاك الكومونيك با لي زيموسيون ديالو, فهمتي؟ مقارنه مع دول اخرى دري من لاج ديال 5 سيزون اي حاجه كضرو كيتكلم فيها مع والديه مع الاصدقاء تعملوا. حنا لا بقات خصوصا ان ملي كنبداو نهضروا على الاضطرابات النفسيه, وللاسف المغربي غير كيسمع عنده اضطرابات نفسيه المحيط كيقول لك راه هذا راه ماشي شي حاجه, راه عنده خلل نفسي ولا عنده مرض نفسي ولا شي حاجه. الوغ سي لو كونترير. دونك بالنسبه لي كنظن ان حتى في المغرب تكون الظاهره متفشيه اكثر, لان ما كنبوحوش بالمشاعر تاعنا بالامور اللي كنصادفوا اللي كيشكل عائق من بعد. هو ما كيبلتي ما تيسحب راسو راه كلشي عادي, الوغ هو باستطاعته يحسن
من المردوديه ديالو الى تكلم مع المحيط تاعو مع المدرب تاعو انا اليوم ماشي هذيك هذه راه شنو هالمشاكل اللي عندي واش كنت تمشي معايا في هذا السياق هذا يعني عامل التربيه هو اللي كيأثر. متفق معاك هذا الناحيه بان العامل نقولوا ديال التربيه كيقدر يبلوكي الواحد في تعبير المشاعر ديالو وكيخليه يبقى بوحدو مع الصعوبات ديالو. لكن كنظن ان المجتمع راه كيتطور وهاد لي طابو حتى هما راه كيتبدلوا بزاف الناس ولاو كيفهموا وعاو بان هاد المشاكل النفسيه راه هما عاديه كلشي كيعيشهم. كنشوفوا بان القلق او الاكتئاب او التوتر شي حاجه اللي عاديه واللي خصنا نهضروا عليها. وكنظن بان مجال الرياضه كنعرفوا بان الرياضه راه ديما كتكون شويه متقدمه على المجالات الاخرى وقدر يكون مهم الرياضيين عندهم واحد يقدر زعما يلقاو لا من ناحيه الاطور ولا الرياضيين يقدر يلقاو حلول باش يخرجوا من هذا الصمت هذا ويعبروا على المشاكل هذه. اذا نتمنى كذلك. نمشيو للاسئله ديال المتتبعين. عندي سؤال ديال السي سعيد ايت الهواري ربما ذكرت عليه واني ماشي بعيد على الموضوع اللي كنهضر لك من فضلكم. لدي سؤال: هل يمكن ان تصبح لكي تصبح بطلا هل هو مرتبط فقط بالتدريب ام ان هناك محددات طبيعيه يجب ان تتوفر عليها قبليا؟ وشكرا. جوج كاين. شكرا على الاسئله. معلوم كاين نقولوا كاين الموهبه ولكن الموهبه بوحدها ما كديرش كل شيء. كنقولوا بان كاين نقولوا 50% 50% ولا كاع على حسب الرياضات بحال الترياتلون. كنعرفوا بان الخدمه والتدريب كدير تقريبا 80% ديال 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 الاداء. دونك كان واحد نقولوا بحال لا بيرفورمانس سي ميتيبيكاسيون انت لو تالون اي لو ترافاي. داكور. نمشيو سؤال ديال السي حميد القباش اللي كنحييه. قال لك لا ديبريم كونط اون مي بلوس ان دوسار كنديروا الصدريه كتقول لا ديبريم. قال لك هذا الادمان هذه لا ديبوندونس على لا كومبيتيسيون ياك. نعم هذه لا ديبوندونس على كومبيتيسيون. كنعرفوا بان بزاف ديال الرياضيين دابا راه محنين حيت ما كيلبسوش هذاك لو دوسار ما كيعيشوش هذاك الاحساس الايجابي ديال المسابقات وديال الاحتكاك مع الرياضيين الاخرين. وهادشي جد عادي حتى من ناحيه البيولوجي. دو كوتي بيولوجي كاين واحد لو مونك كيكون واحد مولف كيكون واحد الهرمونات اللي ديال الفرح ديال لا ريكومبونس اللي كيكونوا عند الرياضي اللي كيدير لا كومبيتيسيون. مي كيحبس لا كومبيتيسيون كيكون واحد الفراغ من هذه الناحيه. دونك سي توتافي نورمال. بعد هاد لو مو ديال لا ديبريم او نيفو سيمونتيك كاين لا ديبريم هي كنقولوا هي باساجير كدوز وعندها علاقه مع الوضعيه. والفرق مع لا ديبريسيون هي اضطراب ديال الاكتئاب ماشي نفس الحاجه. هو واحد ليطا باثولوجيك اللي كيدوم في الوقت كيبقى 14 اكثر من 14 يوم على الاقل 14 يوم وما عندوش علاقه مع الوضعيه ديال الانسان. يقدر يبقى ديبريمي واخا ما عنده حتى سبب باش يكون ديبريمي. دونك هذه هي الفرق ما بين لا ديبريم ولا ديبريسيون. داكور. سؤال اخر سي مهدي من عند سي بوشتا عبدال. قالك دون لو موند دو سبور يعني dans le domaine de performance, il y a trois choses qu'il faut prendre en considération. Concernant bien sûr les deux intervenants, l'entraîneur et l'entraîné, il y a aussi les choses non dites, les choses qui sont dans la conscience et enfin les choses dans le subconscient. Pouvez-vous développer ce constat ? هذه أطروحة هذه. هذا هو هذه على السؤال ديال السي بوشتا. غير هاد البروبليم ديال لانكونسيون ولا المهم الحوايج اللي كيبقاو نون ديت. على هادشي كنقولوا كنحاولوا نشجعوا الحوار ما بين لاتليت ولو سبورتيف. واحد الحوار يكون ريسيبروك حيت كيخلي الواحد ما يكونش في واحد الاحباط ولا واحد
واحد الفشل حيت كي 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 مي بحال حتى لا كومونيكاسيون التواصل سي ان انترينمون واحد في الاول كي كيلقى واحد الصعوبات باش يعبر على المشاعر ديالو على الحاجات اللي ما كيقدرش يعبر عليهم ومي كيولف وكي كياخذ الثقه وكتكون واحد كتكون واحد لا كونفيونس ما بين لاتليت ولو سبورتيف راه كيعبر على كاع الحوايج اللي كيبرسطو وكي كيرتاح وكي كيحس بواحد الحريه الانفعاليه. اذا داكور نمشيو للسؤال الثالث الاخير في هذا المجال من عند السي محسن العفس. À votre avis, le sportif devrait-il sélectionner son entourage pour atteindre le top niveau? من ناحيه ستادير لونتوراج بروفيسيونيل جو بونس لو سوسيال وني كنضل واقيلا بروفيسيونيل كنضل لان ما يمكنش نعرفوا دابا في لو سبور دو او نيفو لي ميور سبورتيف عندهم واحد لونتوراج من ناحيه لونترينور من ناحيه لو كوتي تكنيك او مونتال دو او نيفو تا هو لونتوراج كيكون دو او نيفو باش يقدر يوصل لواحد المستوى العالي ولكن بعد راه كاين ديما دي فينومين كاين شي ناس اللي شي عداء اللي كيقدروا يوصلوا لو او نيفو واخا ما عندهم لا دعم من ناحيه لا بريباراسيون مونتال ولا لاكومبانمون سيكولوجي كيقدروا يوصلوا حتى كيبقى واحد التوازن بطريقه طبيعيه ولكن اغلبيه ديال الرياضيين حاليا خصهم واحد لونتوراج بروفيسيونيل دو او نيفو باش يقدروا يوصلوا لو نيفو واحد لونتوراج ملتي ديسيبلينير سي تادير خص نون سولمون دابا هضرنا على كومبانيون بسيكولوجيك ولكن كاين لو نيتريسيونيست كاين لو ميديسان دو سبور كاين لو كينيزي ثيرابوت كاين ميم لو كوتي سوسيال دونك كاين اللي كيساعدوا باش يوجد المستقبل ديالو ولا بري كارير دونك سي اون بريز ان شارج ملتي ديسيبلينير مع دي بروفيسيونيل ديفيرون دونك كنعرفوا بان لي ميور سبورتيف عندهم ان اكونبانيومون بلوريديسيبلينير او كومبلي. داكور نمشيو صراحه الاسئله كثيره وين غنحاولوا نختصروا لان باش ما نطولوش على المتابعين ديالنا. سؤال اخير اللي غادي نطرحوا للسي سعيد الهواري ياك سي لون برون باغ اكزومبل لو سيكليزم بوكو ياتيل دي كوغور بلي بيرفورمون دون لا مونتان alors que d'autres au plat, sachant que l'entraînement de ces coureurs ne fait pas relativement la différence. Merci encore une fois. C'est plus sur le côté physique, d'après des capacités physiques de chaque sportif. La différence de profil entre les athlètes de plat et de montagne, évidemment, les athlètes du plat, c'est plutôt des cyclistes on va dire puissants qui sont assez lourds aussi des sprinteurs et les athlètes de montagne c'est des sportifs légers et qui ont généralement des capacités aérobies aussi hors normes, c'est-à-dire qui généralement ils viennent de la montagne. On sait que il y a toutes les phénomènes des coureurs des Colombiens qui ont grandi dans l'altitude, donc c'est plutôt des différences de profil athlétique et physique que psychologique. D'accord, نمشي واحد فاصل موسيقي باش ندوزو للجزء الثالث في
les démons de minuit là ingina ou injik ils m'empêchent au-delà de minuit jusqu'à l'insomnie. Et chez les mabrinas les com. Et donc على بركة الله نمشيو للجزء التالي من الحوار معنا على حسب الموضوع ديال السلمدي. انا راه غير متبعك سيرك ابو دو جيري غنبقاو مع السامو دو جي غنبقاو مع الاسئله باقيين الاسئله ولا لا تنظن ما كاينش انا غنطرح لك سؤال كيف ذكرتي هاد الامور اللي قلتي نتايا لا كومبانيومون لا ديسكوسيون لا كومونيكاسيون لونتوراج هاد الامور حكم تجربتك انت عشتي في فرنسا ودرتي الدراسات ديالك في فرنسا ومارسي الرياضه بالديار الفرنسيه واش هاد الناس تما بالنسبه لي سبورتيف دو هونيفو واش ايزون كومونسي ا طرافاي يعني دوك يعملوا بهاد الامور يعني ضروري من لاكومبانيومون سيكولوجيك لو كوتشين مونطال بزاف ديال الامور واش بداو كيطبقوها الشيء اللي كيخليهم انهم يديروا الفرق مقارنه معه في بعض الرياضات اللي كتحتاج للتركيز وكتحتاج ديال الامور مقارنه مع غادير واحد لو كومباراتيف ما بين سكي سو باس اون فرانس في انك عشتي فيها وسكي سو في او ماروك واش كاين واحد النقص حاد عندنا ولا الحمد لله الناس بداو كيوعوا بهاد الامور خصوصا الفرق المحترفه ديال الرياضه تفضل هاد القضيه ديال لاكومبانيمون سيكولوجيك وديال لا بريباراسيون مونتال باقي جديد حيت انا مي بديت الرياضه في زاني 2000 في دوبي دي زاني 2000 كان باقي مازال ما مطور بزاف حتى في فرنسا كان قلال لي زاتليت اللي كانوا عندهم واحد لو سوتيام سيكولوجيك ولا واحد لا بريز دو كونسيونس ديال لو بيزوين دو سوتيام سيكولوجيك اي دو لا بريباراسيون مونتال بور بيرفورمي دون لو سبور دونك هادشي باقي جديد يلاه كيتطور تماك دونك ما بحال اللي قلت لك كنظن ان لي ميور سبورتيف عندهم واحد دي كاباسيتي اني عندهم دي كاباسيتي اني اللي كيخليهم يكونوا بيرفورمون زعما بو امبورت لي كونديسيون ولكن دابا كنشوفوا بهاد ليفولوشن ديال لا بريباراسيون مونتال اللي كتولي تري تري بوسي تري تكنيك مع هضرتي على التركيز كاين بزاف ديال تقريبا هضرنا على هذيك المره بعد مرات لا بريباراسيون مونتال تقدر تقرب كاع لو دوباج سي ان دوباج سيكولوجيك حيت كان بزاف ديال التقنيات اللي كيخليو الواحد يقدر يوصل واحد الاداء عالي بزاف غير مع لا بريباراسيون مونتال دابا زعما على حسب الرياضات وعلى حسب لي زاتليت كنشوفوا بان في فرنسا كاين دي سبور فين كان لا بريباراسيون مونتال زعما مهمه بزاف ودوت سبور لا و باغ اكزومبل كنعرف انا في لو ترياتلون كان لو زعما احسن عداء في ترياتلون في فرنسا ما عندهمش كاع لا بريباراسيون مونتال كيديروا لا بريباراسيون مونتال بوحدهم وكان واحد اخرين اللي عندهم واحد النيفو قل منهم وعندهم ان بريباراتور مونتال واخا كانت الاداء ديالهم ماشي في المستوى دونك سي نقولوا كان لو كوتي اني كي برون دوسي سور لاكي دونك القضيه مهمه بزاف وكنعرفوا بان حنايا في المغرب كان بزاف ديال العداء اللي كي تعطيهم بريباراتور مونتال ولا لا غير عطيو وعداء اخرين زعما العكس دونك سي كيلك شوز دو تري تري فاريبل ان فونكسيون دو دي كاباسيتي سيكولوجيك و مونتال دو شاك اتليت داكور انا غنعطيك واحد السؤال هذا قبل ما ندوز للسؤال ديال السي ابراهيم القفاز واش كظن ان تعامل التجربه كنقولوا ان سبورتيف شوفروني مع المده ومع التجربه كنقولوا تيختار تيولي هوايا تيلقى لي روبير ديالو كيولي ما محتاجش انا شي حد اخر لي موتيفي هو كيعملو الطقوس ديالو وعند الامور اللي نهار كيحس براسو ماشي هي هذيك يعني التجربه افيك لو كوميل كتخلي الانسان كي ما كيحتاجش ان شي تدخل اخر شي يعني كنقولوا عامل خارج عليه هو كيتكلف براسو هو كيموتيفي راسو هو اللي كيحاول يقاد الامور افيكتيف هاد لاكومبانمون سيكولوجيك و تا لا بريباراسيون مونتال ما عندهاش نفس الاهميه على حسب نقولوا واش انت مازال شاب مراهق او وصلتي واحد لا ماتوريتي دونك سي كتختلف بزاف كان دي زاتليت كيوصلوا واحد لا ماتوريتي كيكونوا عارفين علاش كيديروا هادشي كيكونوا عندهم واحد التجربه كيكونوا عارفين الدوافع ديالهم كيكونوا عندهم التجربه اللي كتخليهم تواجه الضغوطات ديال السباقات وكان الشاب اللي باقي يلاه بادي وباقي مازال ما عنده هذيك لا ماتوريتي والامكانيات باش يواجه هذوك الضغوطات ويخدم على هاد المهارات
هادو وخصو واحد المساعده دونك سي تري ديفيرون فونكسيون دو لاج وتما كيكون هذاك لاكومبانيمون سيكولوجيك ولا بريباراسيون مونتال كتختلف على حسب زعما لا بيريود ديال الاتليت. داكور نمشيو للسؤال ديال سي ابراهيم قفاز ماك مانيك قال لك لو كوتي ريليجيو دون لا موتيفاسيون بريباراسيون دو لا بيرفورمانس سبورتيف جانب الديني والروحي في الامور. هاد الطقوس كاينه بزاف عند الافارقه وعند امريكا الجنوبيه على ما اظن. تا امريكا تا اتحاد تا لي ايتازوني تا هما نفس الحاجه عندهم هاد النقطه هادي اللي عندهم مهمه بزاف. انا كنظن انا بلوس كو لو كوتي ريليجيو سي الكوتي سبيريتوال عند الروحاني الجانب الروحاني عند العداء مهم بزاف ديما في نفس الاطار بان الرياضي باش يكون عنده واحد الاداء ويكون عنده واحد التوازن خصو واحد التوازن ما بين كاع المجالات ديال حياته. دونك نقولوا المجال الاحترافي المجال الرياضي المجال الاجتماعي والمجال وهذا لو كوتي سبيريتوال حتى هو اللي مهم بزاف اللي كيخلي الواحد كيعرف علاش كيدير علاش عايش وشنو هما شنو هما الاهداف ديالو في الحياه وفي ممارسه الرياضه ديالو. هذا الكوتي سبيريتوال سيتادير دوني ان سانس ا سا براتيك دوني ان سانس ا سا في. دونك سي تري امبورطون بور توت اتر هومان اي بور لو سبورتيف اوسي. داكور غادي نمشيو لسؤال اخر بالنسبه للسيد اللي متبع معنا سي بوشتا عبدين. الاسئله تاعك طويله شويه خاصني باش نقراها صافا ما نقولك ديرونجي واني نحاول نطرحها على سي المهدي غادي نقراها انا نحاول. Pour exceller dans le monde du sport, il n'y a pas seulement l'élément de l'athlète comme un noyau central dans le processus, mais il y a aussi l'entraîneur qu'il faut lui donner une attention particulière, surtout sur le plan de la formation, si on veut vraiment arriver au top. Donc, est-ce que sincèrement vous pensez que nos coachs sont suffisamment armés sur le domaine physiologique, anatomique, biométrique et mental? Voilà, quand dans la... هاد النقطه مهمه بزاف ان كنعرفوا بان الكوتش كي عنده واحد الانفلونس كبيره على لو سبورتيف. دونك تقدر كمثال هاد الفتره ديال الحجر هادي اذا كان باغ اكزومبل لو كوتش حتى هو طاح في واحد التوتر وما قادش يواجه هاد لي زانسيرتيتود ديال الحجر وخايف على المستقبل وما عارفش فين غادي المهم كيتخربق على ود هذا الحجر لاتليت غادي صعيبه هو يقدر يواجه هذا الحجر ويبقى ايجابي ويبقى عنده واحد الطاقه ايجابيه. دونك اولا بعدا ليطا ديسبري ديال لو كوتش مهمه بزاف حيت كتلعب على ليطا ديسبري ديال لو سبورتيف. دونك هذه النقطه الاولى. ومن بعد النقطه الثانيه كان لو كوتش بحال تقريبا بحال طبيب نفساني ان كاين واحد الدور كبير كان لو كوتي تكنيك. دونك هاد لو كوتي تكنيك انا ما نقدرش نقول لك واش لي كوتش اي سون سوفيزامون ارمي ولا لا ولكن جو بونس كو زعما كاين دي فورماسيون كاين دي سونتر في المغرب تبارك الله عليهم كي سون دو او نيفو كي فورم لي كوتش وما خصناش نكون عندنا لو كومبلكس من الناحيه هذه بان لي كوتش سور لو بلان تكنيك راه اي سون فورمي اي كونتينيو سو فورمي وخصنا زعما نديرو واحد لا كونفيونس من الناحيه هذه على لو بوتونسييل ناسيونال. من بعد اون دور دو كوتي تكنيك باش نرجعوا لهاد لو كوتي ريلاسيونيل و هيومان مهم بزاف. العلاقه ما بين الكوتش و لاتليت مهمه بزاف وهي اللي كتخلي لاتليت يكون حاس براسو مطمئن وعايش زعما بطريقه صحيه. العلاقه مع الكوتش حيت الكوتش اي سنترال هو اللي كيخلي لاتليت يكون مرتاح ويقدر يفكر في التدريب بطريقه زعما يثق في التدريب ديالو في الانتاج ديالو. داكور سي بوشتا طرح واحد السؤال وانا ربما انت جاوبتي قالك بيرسونالمون جو فوا كو لا بريباراسيون مونتال كومونس تري تو دي لاج دو 6 ans افان كيل سو برين اون شارج بار لا سويت دون سا كارير سبورتيف. ربما طرقتي الى النقطه اللي انا قلتي هادشي كيكون في التربيه منذ الصغر. تربحوا على التربيه على الروح الرياضيه وتربحوا على انه الاحترام وان الرياضه الغايه منها في اول حاجه هي لو بيانيت عاد كتجي لا بيرفورمانس كيجيو لي ريزولتا. دونك هذا هو الجواب على ما اظن. دونك هذه القضيه ديال لا بريباراسيون مونتال بحال اللي قلنا
elle varie en fonction de l'âge, en fonction de des étapes de l'évolution de le sportif. Elle doit être plus centrée sur le bien-être du sportif, puis évoluer vers la performance. C'est-à-dire que la performance, elle arrive après. Généralement, les sportifs, de toute façon, ils sont assez motivés. Globalement, ils sont motivés. Et ce qu'on doit travailler, c'est plus garder un certain équilibre et travailler sur le bien-être du sportif. D'accord, Sil Mehdi, les questions, l'had sa'a, quand on a quand même quelques 12 le prochain chapitre de l'intervention. Et sinon, bien, on s'en a la nihaya de la... والله الله يجعل البركة راه تقريبا دابا راه ساعة وربع وحنايا راه ما حسيناش بالوقت راه 1:15 باش دوزنا اسمح لي بزاف على هاد لي بيتي بروبليم تكنيك لا ماشي مشكل عادي وشكرا شكرا بزاف على هاد الدردشة هادي ودردشة تيتخ اميكال بحال غنعيط لك في التليفون نجمع معاك ولا بارطاج افيك لي زوتر سي يكون عندنا هذا لو سونس دو بارطاج ديال المعلومه وديال الحاجه كاع اللي كتفيد الناس راه صدقه جاريه وعلم ينتفعوا به هذا وابناء صالح يدعوا لنا هذا باش كي الانسان الا مات كينتقاطع الا من هاد الثلاث هذا كيدخل في اطار حتى في التربيه الدينيه يقسم الحاجه اللي مزيانه يدوا لا بارطاج افيك لو زوتر وانا كنشكرك لان ماشي بالسهل تجي اي واحد يجي يكون تواضع ويجي يعطيك وقته ويخلي الامور الخاصه به ويجي يقتسم مع الناس بشكل تطوعي اخوي تبارك الله عليك سي مهدي سير على بركه الله شكرا سي نور الدين نعم سيدي اذا غادي تاكد كتكتب لي غتكلم على الوقايه والمتابعه بالنسبة ذكرنا عليهم الوقاية والمتابعة الأمور اللي خصية ياخدها الرياضي يعني باش يتجنب دوك الوقوع في الاضطرابات النفسية أو ما شابهها في حياة ديالو هادشي هضرنا عليه ولا بأس أنا نعاود ذكر أنا عرفتك ذكرت عليه وإني عاود لا بأس لأن كاين الناس يلا التحقوا بينا باش نحبسوا لو شابيتر وندوزوا لكاين دوطخ كيستيون ناطوندو دوطخ كيستيون استسمح قلنا كاين الانترفونسيون اوبري دو سبورتيف دونك الوقايه من ناحيه الرياضي والوقايه من ناحيه المحيط ديال الرياضي لا من ناحيه العائله لا من ناحيه المدرب لا من ناحيه الاطار التقني دونك من ناحيه الرياضي خص الرياضي يكون عنده نعطيه ونوفروا ليه كاع الوسائل باش يقدر يواجه هذوك الضغوطات ويتحكم بهم ضغوطات ديال الرياضي دونك عنده وسائل نقولوا واحد التقنيات ك الاسترخاء التنفس العميق وكاع الوسائل اللي يقدر نستعملوا في البريباراسيون مونطال تاع هما ما نقدرش زعما نكثر من هادشي ولكن هاد الوسائل خصو يكون عند كل رياضي باش يقدر يواجه هذوك الضغوطات ديال السباقات وديال التدريب من بعد عطانا من ناحيه التربيه ديال وكاع والروح الرياضيه خص الرياضي من الاول يكون عارف يخدم على الدوافع ديالو في علاش كيدير الرياضه وتكون الصوره الذاتيه ديالو ما تكونش عندها علاقه غير مع النتائج ولكن عنده علاقه مع المجهود اللي كيدير في ممارسه الرياضه ديالو مع الاخلاق مع القيم وكيخدم هاد القضيه اللي كنديروا حنايا في لاكومبانمون سيكولوجيك هي لو طراي سور لي فالور سور لي موتيفاسيون ان هاد ما تكونش واحد المسافه كبيره ما بين الاخلاق والقيم والسلوك ديالو وكي كيمارس الرياضه ديالو نعرفوا هاد نقطه مهمه بزاف ومن بعد كنحاولوا خص الرياضي يكون واعي بان يقدر يعيش مشاعر سلبيه ويقدر يعيش زعما فترات صعوبات في ممارسه الرياضه وغالبا راه كيقدر يواجهها ويتغلب عليها ولكن بعض المرات يقدر يطيح في اضطرابات وكنعرفوا بان الرياضي كيلقى صعوبات باش يعبر على المشاعر ديالو حيت عنده واحد الافكار الخاطئه الرياضي يقول راني عندي واحد الصوره في المجتمع ما قدرش يوري نقطه الضعف ديالو دونك هذه الفكره الخاطئه خصو يتخلى منها فكره خاطئه اخرى هي
ما نقدرش نلقى شي مساعده ولا شي واحد يقدر يتصنت لي ولا يفهمني. دونك هذه راه خاطئه، حيت اذا قدر يعبر على المشاعر ديالو ويقدر يحل واحد الحوار مع المحيط ديالو، اولا مع المحيط ديالو ماشي مع زعما. كنظن غالبا الرياضي ما خصوش يوصل لهذيك الدرجه اللي يمشي عند طبيب نفساني ولا عند البسيكولوج. يقدر يحل هذا المشكل اذا حلو زعما بكري، يقدر يحلو غير مع العائله ديالته ولا مع المخينر ديالو. دونك هذه القضيه مهمه بزاف، و خصو يعرف ان يدير الفرق ما بين الاعراض نقولوا العاديه ديال الرياضي والاعراض اللي كيخليو يطيح في واحد الاضطراب. النقطه الاخرى هي التوعيه من ناحيه المحيط. خص المدربين، الاساتذه، العائلات تعرف حتى هي دير الفرق ما بين الصعوبات العاديه ديال الرياضي والاعراض اللي يقدروا يدخلوا في واحد الاضطراب النفسي، ويحاولوا زعما يحلوا واحد الحوار، تكون واحد ليكوت، تكون واحد الثقه ما بين الاعداء والمحيط ديالو، باش يقدر يهضر على هذه المشاعر هذه بكل سهوله، بلا ما يحس براسو زعما، بلا ما يكون مرتبط من الناحيه. داكور، نمشيو للسؤال الاخير اللي غنطرحو عليك انا شخصيا السي المهدي. هاد الامور اللي نصحتي بها الرياضيين والاخوه اللي كيمارسوا الرياضه، واش انت في حياتك يعني اللي كتعيشها كرياضي واش كتحاول تطبقها؟ شنو الامور اللي كتفيها صعوبه انك تطبقها؟ لان دابا هاد الكوتي كنعطينا الكوتي اكاديميك باش كينصحوا الناس، وانا كنضر كتحاول تزال كتكلم معايا باش شنو قريتي واش شنو عشتي، كتحاول تخرج واحد لا سانتيز هي اللي كتكلم معايا بلا سانتيز ديال هاد الامور. انت شخصيا هاد الامور ديال التحفيز وهاد الامور ديال الدواعي والاضطرابات، واش انت شخصيا تحتي في ديكا بحال هكا وحاولتي تفوق عليها كيقول اون سو بازون سكو فو زافي ابري بيداغوجيكمون ديرون فو زيتود؟ معلوم كنقولوا واحد اللي كيكون مجرب وقاري كيقدر يساعد راسو، حيت كيوعى كيكون واعي وكيكون كيقدر يعرف وقتاش كيطيح في الاضطرابات هادو. لكن من ناحيه زعما حتى واحد ما عنده واحد ليمينيتي، واحد مناعه من هذه الناحيه هذه. وحتى انا راه في لاكاري ديالي طحت في مشاكل كلو سيغ انترينمون. لو سيغ انترينمون عرفت انا واخا كنعرف الاعراض ديالو، واخا كنعرف بحال اللي كنقولوا البرودغوم لي بروميي سين، الاعراض زعما الاوليه، زعما عدد المرات طحت في هذا لو سيغ انترينمون هذا، حيت ما كنت كنسى حاجه مهمه هي تنطل بحال يقولوا سافوار سيكوتي. نعم، بعض المرات كطيح في هذا الفخ اللي كيكون عندك اهداف رياضيه مهمه وما كتبقاش تنط الجسد ديالك والمشاعر ديالك. هاد الغلط هذا واخا كتكون عارف قدر تطيح فيه وتعاود تطيح فيه. دونك هاد النقطه مهمه بزاف، هي ديما تحاول تراجع نفسك. وحاجه اخرى، بعض المرات انايا وقعت في هذا الفخ اللي ما قدرتش نعبر على المشاكل ديالي وخليتهم لداخل، حيت كان طابو ديال راك رياضي وما عندكش الحق يكون عندك ايرون مان. دونك معلوم واخا كتكون عارف وكتكون واعي قدر. دونك زعما اهم حاجه كنظن هي التواصل، واحد يعرف زعما يكون عنده واحد المحيط اللي كيساعدو اللي كيتصنت ليه. اذا قبل ما ندوزو السؤال الاخير ديال السي بوشتا عبدي، انا نطرح لك ربما في المشوار ديالك الرياضي في سنه 2017 تقريبا، بحال درتي سنه بيضاء من ناحيه ديال الرياضه، يعني بعدتي من لا كومبيتيسيون، ربما حتى الرياضه حتى هي نقصتي فيها، ويعني وسخرتي الوقت الكافي تاعك لتحضير الدكتوراه ديالك في المجال الطب النفسي. ربما هذا تحليل خاص بي، ربما في هذه الفتره اللي حسيتي براسك بلا بديتي كتعاني من هذه الامور، يعني حصل لك اضطرابات نفسيه، لان كنتي واحد لو ريتم دو في لونطريمون صباح عشيه والدراري لا موتيفاسيون لا كومبيتيسيون، غنسافر غادي نجي، واحد الوقت لقيتي راسك انك هذاك الشيء كلشي ما بقاش، بقات قدامك غير القرايه كي تنقولوا، غير الدبلوم قدامك، وقيلا دزتي من هذه المرحله.
هاد النقطة مهمة بزاف. لما عاودت لك هاد المشكل ديال لو سيغ انترينمون اللي تحت فيه عدة المرات، ولكن هاد القضية ديال تحبس ممارسة الرياضة وتحس بأعراض ديال الإدمان وديال النقص، الحمد لله عمري ما عشا. علاش؟ حيت اللي كيخلي الواحد يطيح في هاد الأعراض هادو ملي كيحبس الرياضة كيكون كيخلي واحد الفراغ. انا ملي كنحبس الرياضة ما كنلقاش هذاك الفراغ اللي كيخليني نطيح في القلق او التوتر او الاكتئاب. هاد نقطة مهمة بزاف. الواحد اذا كان كيعمر حياته بحوايج اخرى وكيكون عنده نقولوا دي سنتر دانتيري اوتر كو لو سبور، كيحمي راسو من هاد المشكل ديال الادمان وديال الممارسه الرياضيه القهريه. اذا الحمد لله كيف كنقولوا تجاوزتي لا زون دو توربولونس بسلام، بحال كتكون في الطائره، وشيء جميل لان الانسان. وشوف سي المهدي، انا ما غنجاملكش، ربما اللهم بارك كيف تيقولوا، شفناك بعين الرحمه، ربما لي بيرفورمانس ديالك دابا ما درتيهمش قبل. واش متفق معايا ولا لانك كتحس براسك انت فوزيت بلي فور، كيقولوا يو هاف باك سترونجر؟ حيت بزاف ديال العوامل كاين، حيت هاد لا بريباراسيون مونطال راه وليت كنخدمها، ما كنتش كنخدمها من قبل. وكاين واحد التوازن، كاين واحد التوازن في الحياه. انا كنظن زعما اكثر من الامكانيات الفيزيولوجيه ولا لي كاباسيتي فيزيك، كاين هاد القضيه ديال التوازن وديال لي كاباسيتي مونطال اللي كيتزادوا مع الوقت. ربما لانك ربما من ناحيه الدراسه الحمد لله الانسان امن مستقبله من العائله تاعو اللي بلو ستابل سوسيالمون، دونك سكي في البوس ا سو دوني ا فون في لو سبور و لو ديباسمون دو سوا. معلوم. يا دونك انا غندير انا طبيب نفساني بدون دبلوم. هذا تحليل شخصي. داكور سي المهدي، غنمشي لواحد السؤال ديال الاخ عزيز امارير اللي كان وجه لي التحيه من هذا المنبر، متابع نوافي، قال لك واش الانسان اللي كيمارس الرياضه بحب وكل شيء ضروري له يكون عنده مشاكل، في حين اذا كان كيقلب على الالقاب واش غيكون عنده مشاكل نفسيه الا ما وصلش للهدف؟ ربما تطرقنا لهذا السؤال، وين الاحب بدل سي مهدي عاود يجاوب. شكرا سي عزيز. ملي كنهضروا على العلاقه مع النتائج، الواحد كنقول له زعما كيحاول يتبعد من هاد العلاقه الغير صحيه مع النتائج، ولكن راه اللي كيدير الرياضه راه كاين واحد الانا، كاين واحد ليغو اللي كيدفعوا في ممارسه الرياضه، وما يقدرش يتخلى من هاد ليغو هذا. حتى هو راه كيكون واحد التوازن ما بين نقولوا هاد الدوافع اللي عندهم علاقه مع ليغو والدوافع اللي عندهم علاقه مع حاجه داخليه نقولوا عميقه، بحال المتعه، بحال لو ديباسمون دو سوا، بحال شي حوايج اللي ما عندهمش علاقه مع النتائج. دونك خصو يبقى واحد التوازن ما بيناتهم جوج. ما نقدرش نقول لك ان الرياضي راه يقدر يتخلى من هذه القضيه ديال النتائج، راه هي كتلعب دور وكتخلي يكون عنده اراده ويكون عنده واحد التحفيز، ولكن ما خصش يكون الدافع الوحيد هو النقطه ديال النتائج. اذا كنظن وصلنا للنهايه ديال هذه الحلقه صراحه، لي سي المهدي دار مجهود كبير لان التكوين راه بالانجليزيه والكلمات علميه ما كتقدرش تلقى المقابل تاعها، راه كان واحد تريبل ايفور، دابور في توصيل المعلومه وترجمه ديالها وتوصيلها بواحد الطريقه سلسه، شيء ليس بالسهل، ولكن سهل، شيء سهل بالنسبه للدكتور ورياضي. كنظن لقيتي دابا بديتي كتراجع معنا اللغه العربيه، هذا ستاج ديالك وني توفقتي فيه بحمد الله، يعني تكلمتي بواحد اللغه بسيطه، دارجه بسيطه، كنحاولوا نوصلوا المعلومه بطريقه بسيطه وبطريقه منطقيه. هادشي اللي كاين. انا كنشكرك بزاف، واني قبل ما نسالي وقبل ما تعطينا واحد الكلمه اخيره غادي، حيت انت يضرب الشطينا مزيان ياك، واحد الفاصل موسيقي. You have to feel good. So good, so good. I got to hear. Oh, I feel nice. The sugar is fine.
pas mieux de finir à fil à fil, good. إذن على نغمات جيمس براون I feel good. عندي ما تسال حتى انت تسال هذا القيمطر الفني هو اللي كيهتي لي جوه ديال ريبيرتوار ميوزيكال كنحاول نجي فيه موسيقات اللي محفزه feel good شي حاجه اللي كتعطي دي ميساج بوزيتيف سي ليسونسييل كيف تنقولوا. إذن واحد الكلمه اخيره سي المهدي اللي صراحه دوزنا معك ثلاثه الحلقات ممتعه. الاولى كدزتي فيها كرياضي ترياتلون وثاني يعني هضرنا على المشاكل النفسيه عند الرياضيين خلال فتره الحجر الصحي واليوم على الاضطرابات النفسيه على عند الرياضيين بصفه عامه والعوارض وامور جديده صراحه اللي انا شخصيا كنكتشفها معك وكنتمنى الاخوان انه اللي يتبعونا يكونوا استفدوا منها. وبالنسبه للتسجيل ديال هذه الحلقه راه غادي نحاول غادي نسجلوه غادي نخليه في اليوتيوب يعني يبقى في الارشيف ولليليا راني تنديرهم في الصفحه ديالي باش حتى اللي ما ساعدش الوقت انه بدا معنا من الاول يمكن ليه يرجع لهم كوم ريفيرونس يبقى يقرا فيهم بليتو بلايد يتصنت ليهم يتفرج فيهم الصفحه ديالي راه اكادير في تي تي كريم دوني تاع اليوتيوب لوليا غادي يكون في لاباج ديالي. اذا كلمه اخيره سي المهدي قبل ما نودعوك. كتسمعني سي المهدي؟ موسيقى ديال جيمس براون كنسالي على كتسمعني؟ كنسمعك مزيان باقينا نعم الكلمه الاخيره الناس لا الكلمه الاخيره تكون ايجابيه. هضرنا على الرياضه ك هضرنا على الاعراض اللي يقدر يواجه الرياضي ولكن خصنا زعما نفكروا بان الرياضه راه هي جد جد صحيه وهي وسيله الانسان باش يخرج من اضطرابات النفسيه والعضويه. زعما كثر في هذه الفتره ديال الحجر شفنا شحال الاهميه ديال الرياضه حتى في المنزل باش الواحد يحارب القلق والتوتر ديال هذا الحجر هذا. دونك انا كنظن ان رساله مهمه هضرنا على التاثر ديال الرياضه السلبي عند الرياضيين المحترفين ولكن اغلبيه ديال الرياضيين زعما الرياضه كتساعدهم كتوفر لهم واحد التوازن في الحياه ديالهم كتعطيهم كتقدرهم وكتعطيهم بزاف ديال الوسائل باش يواجهوا الحياه اليوميه. وكنظن بان زعما مهم بان الرياضيين المحترفين يكملوا في هذا الواجب ديالهم وهذا الدور ديال الرياضي في المجتمع مهم بزاف خصنا نقدروا بالجواب. الو ما كنسمع الصوت كاين مشكل في الصوت مهدي ما كنسمعكش مرقتش انت ما كتسمعنيش لا دابا تقريبا واحد 2 سكوند باش قطع صافي صافي ماشي مشكل نو ما كنسمعكش ما كنسمعك سي مهدي لا ماشي لا كيقطع ربما كيقطع لا كونيكسيون عندي مزيانه. يلا سير كلمه اخيره كيف قلنا نكمل الكلمه ديالك قبل ما نقطعوا البث. كتسمعني دابا سي نور الدين؟ امبيكابل. لا كنت باغي غير نسالي في واحد النقطه ايجابيه على الرياضه والرياضيين بانهم رغم هاد الاعراض اللي هضرنا عليهم هاد المهم هاد نقاط شويه سلبيه في ممارسه الرياضه راه الرياضه كتبقى وسيله لمحاربه للترويح عن للترويح على الناس. دونك راه هي دواء فيها علاج وفيها اضرار ودار واحد لقى التوازن راه يقدر يستعمل الرياضه كوسيله للتطور لا من ناحيه الصحه لا من ناحيه الاجتماعيه وكثر في هذا الحجر شفنا الاهميه ديال الرياضه باش الواحد يقدر يواجه الحجر. وان شاء الله زعما نتمنوا بان الرياضه تزيد تطور في بلادنا وتزيد توري الفعاليه ديالها باش تساعد خاصه الشاب باش يكون توازن ويتخلى بزاف الاضطرابات. حتى هضرنا على الادمان
في الرياضه، ولكن كنعرفوا بان الرياضه كتخلي بزاف المراهقين يبعدوا بزاف المشاكل، المخدرات والمخدرات او ما شابه ذلك. شي اللي كاين. انا قبل ما نودعك غادي بالنسبه للاخوه اللي متبعينا، عندنا حلقه يوم غد الاثنين ان شاء الله في نفس المكان ابتداء من الساعه 10 مساء، رفقه البطل العالمي والاولمبي خالد بولامي اللي غادي يحاول يكمل معنا اسئله، حوار مفتوح حول كل ما يتعلق بالتدريب او ما يخص العاب القوى. وانا كنفضل لربح الوقت وتكون استفاده كثيره ترسلوا لي الاسئله ديالكم اللي عنده شي سؤال، واني بشكل مختصر على الصفحه ديالي غادي ندير الاعلان ديال لافيش يعني ديال ليميسيون دردشه ديال غدا، خالد بولامي وتدريب بصفه عامه خصوصا بالعاب القوى، اللي عنده شي مشكل شي سؤال شي حاجه امر توضح ارسلها لي تما باش ناخذ يتم الانتقاء ديالها باش نطرحها على السي بولامي ان شاء الله بشكل مباشر، ونربحوا الوقت باش نعطيو يعني الوقت اكثر اكبر عدد ممكن من الاسئله، ما يكونش واحد الارتجال. اذا كنشكر السي المهدي وشابو با ليك انت تبارك الله عليك، وكنت الله يوفقك، وغادي نمشي معك في فاصل موسيقي اخير ما غنلقاش احسن منه. نتمنى تحية لك سي المهدي، وشكرا مرة أخرى وحنا على اتصال، وإلا احتاجناك راه غادي نعاودو نتصلو بك، وشكرا على التواضع ديالك وعلى لا جينيروزيتي ديالك اللي صراحة أنت بطل في الأخلاق قبل ما تكون بطل في الرياضة، وتحية هذه بشهادة الجميع ماشي شهادة ديالي، وشيء مفخرة أو بطل بحالك، بطل من العيار الثقيل ودكتور، أعانك الله وبقية رمضان إن شاء الله. شكرا. إذا كنشكركم وكنضربكم موعد اليوم غد إن شاء الله في حلقة مع البطل خالد بولامي، البطل العالمي الأولمبي اللي عنده اختصاص في التدريب حول تدريب بصفة عامة بالنسبة لرياضة ديال التحمل لسبور دونديرونس. ارسلوا لي الاسئله تاعكم، غادي نشر توتالور لافيش على الصفحه ديالي في الفيسبوك، وحاولوا ترسلوا لي الاسئله بشكل مختصر وتكون مضبوطه. الله يعطيكم الخير، استودعكم الله، والى يوم غد ان شاء الله دائما نفس الموعد الساعه 10 مساء. وشكرا للسي بوشتا، وشكرا كاع الاخوه اللي يعني نشطوا معنا هذه الدردشه بالاسئله تاعهم اللي صراحه كانت مفيده. تحيه لكم، الى يوم غد ان شاء الله بحول الله. تبارك الله عليكم.